على مدارس المدينة غاندي، فأطفالها يحيونك بباقة ورد مختلفة العطور. أتعلم يا مؤلفي، فبعد أن أنهيت كتابة قصتي تركتني بين السطور. ضقت درعا فلم أقتدي بالصبور، فتسللت من بين السطور ورحت أسابق الطيور في البكور. ولم أجد ملاذا سوى قسم السنة الثالثة الذي احتضنني أطفاله وكأنهم جسور. كل واحد ينادي الأستاذ ويقول أنا أحب الفراشة، وثاني يقول سأرسم الفراشة بألوانها الزاهية، فهذا غير محظور. والآن يا مؤلف الوقور، سأترك أطفال المدينة يقدمون لك هذه العروض. فرجة ممتعة.